أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، ونستمر خلاله في متابعة المشهد في غزة عقب هذه المجازر التي لا تتوقف الحقيقة. يوميا مجازر، وليس اليوم فقط، ولكن اليوم كان هناك مجزرة كما قلنا بشعة في المواصي وأيضا في مخيم الشاطئ المحتل. يعني كلما ارتكب مجزرة إلا وارتكب بعدها مجزرة ثانية، ولا يعبأ بأحد، لا يعبأ بالإدانات العربية الهزيلة ولا بهذا الموقف الدولي أيضا الهزيل. يبقى أنه من حقنا ومن واجبنا أن نكرر أمام كل هذا الذي يجري في غزة، هل بقي من تفسير منطقي لحالة العجز أو الصمت في المستوى العربي الرسمي والإسلامي؟ معقول ولا خطوة ترتقي لمستوى هذه الدماء التي تسيل؟ يريد طبعا نحن اخترنا بعض الدول المركزية في المنطقة عربية وإسلامية، لكن ركزوا معي في المواقف قبل أن أعرضها الآن. بعض المواقف، ركزوا معي في هذه المواقف لبعض هذه الدول التي توصف بأنها مركزية في الأمة في المنطقة عربية وإسلامية، هل ترونها قادرة على إخافة المحتل لوقف عدوانه؟ ركزوا معي. نبدأ بمصر. دانت مصر اليوم الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي بقطاع غزة، دانتها أكثر من الإدانة ما فيه، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن مصر تدين بأشد العبارات. شو يعني أشد العبارات؟ هي إدانة إدانة، لكن يحب يظهرها لك أن هي إدانة قوية وشديدة اللهجة. تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وطالبت مصر إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل والتحلي، ركز معي، تطالب إسرائيل بالتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تصور يعني المحروسة مصر تطلب من هذا الإرهابي المجرم الصهيوني أن يتحلى بالإنسانية. كما شددت مصر على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات. طيب لو ما قبلش بها يعني روح بلط البحر، هكذا لسان حال المحتل الصهيوني يقول لمصر وكل الأنظمة العربية. في الجزائر أيها السادة، بلد المليون ونصف شهيد بل ملايين من الشهداء، في الجزائر أعلنت وزارة الثقافة أمس تأجيل جميع المهرجانات الفنية الكبرى المبرمجة هذا الصيف تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب صهيونية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. جاء ذلك في بيان لوزارة الثقافة والفنون وقعته الوزيرة سورية مولوجي. طبعاً جميل جميل وقف المهرجانات الحقيقة في هذا الصيف تضامناً مع غزة، ولكن هل هذا هو كل المطلوب من بلد بحجم الجزائر، بلد المليون ونصف شهيد، وقف المهرجانات هذا يكفي؟ سؤال. في السعودية أفاد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بأن الرياض قدمت تبرعات عاجلة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة تقدر بنحو 85 مليون دولار لعدد من المنظمات الإنسانية والدولية. وقال السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر السنوي لمانحي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في نيويورك، قال إنه تم تسيير جسر جوي من المساعدات الإغاثية شمل إرسال 54 طائرة وثماني بواخر حملت أكثر من 7000 طن من المساعدات، تضمنت مواد إيوائية وطبية وغذائية. والله العظيم شو يقول الواحد، نعم وصلت الإغاثات ولكن غزة تريد أكثر من ذلك بكثير. من جهته دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو إلى التدخل ووقف الحرب على غزة وضمان عدم انتجارها في المنطقة. تصور العراق العظيم اللي كان أول دولة تتجرأ على كيان الاحتلال يدعو الغرب، ها يدعو الغرب للتدخل، وكأن هذا الغرب أولى بالتدخل من العرب. التقى الوزير العراقي بنظيره الكرواتي
جوردان رادمان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن. في المغرب وفي تقرير تحت عنوان التحالف العسكري بين المغرب وإسرائيل يتعزز رغم الحرب في غزة، قالت صحيفة ليزيكو الفرنسية إن إسرائيل تبدأ بجني ثمار السلام مع الرباط في أوج الحرب الدائرة في قطاع غزة. جني ثمار السلام، ها شوف. وأشارت الصحيفة إلى إبرام شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية صفقة بقيمة مليار دولار تقضي بتسليم قمرين صناعيين للمراقبة إلى المغرب في غضون 5 سنوات. يتناقض هذا الموقف الرسمي مع موقف الشارع المغربي الذي سير أمس أكثر من 100 مظاهرة تضامنية مع غزة في الجمعة 40 من جمعات الغضب المغربي الشعبي. لاحظ، السلطة في واد والشعب المغربي في واد ثاني. في تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن مجزرة سيربينينيتسا تتكرر اليوم في غزة، داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم. وقال أردوغان إن المؤسسات والمنظمات الدولية تكتفي بمشاهدة مقتل حوالي 40,000 إنسان بريء، بينهم 16,000 طفل في قطاع غزة، تماما كما فعلت قبل 29 عام في سيربينينيتسا. وشدد على أن قادة جيش الاحتلال المسؤولين عن الوحشية في غزة سوف يحاسبون عاجلا أم آجلا أمام مؤسسات القانون الدولي تماما كما حدث في سيربينينيتسا بالبوسنة. كلام جميل، ولكنه أيضا باعتقادي وباعتقاد كثيرين لا يرتقي البتة إلى مستوى المطلوب تجاه غزة. المطلوب أنك تعلن الآن التعبئة العامة. نعم، ما الذي يمنع تركيا ودول العرب والمسلمين أن يعلنوا التعبئة العامة الآن أمام هذا الإجرام الغير مسبوق؟ أما تقول لي سيحاسب قادة الصهاينة، من سيحاسبهم ما دامت هذه الإدارة الأمريكية البلطجية تسيطر على العالم؟ في إيران أيها السادة، كشف الرئيس المنتخب مسعود بزكيان في مقال في صحيفة طهران تايمز الإيرانية نهجه ورؤيته في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية ومع دول العالم. حول الأوضاع في غزة أكد بزكيان إن إدارته ستحث كإجراء أولي، قال لك ستحث الدول العربية المجاورة على التعاون والاستفادة من كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع بهدف وقف المذبحة ومنع اتساع الصراع. استني، احنا عندنا مثل شعبي يليق في هذا المقام، يقول لك استني يا دجاجة حتى يجيك القمح من باجة، يعني تنتظر غزة حتى يجتمع الرئيس الإيراني بالزعماء العرب المحيطين ويجتهد معاهم لوقف الحرب. يا رجل يا رجل، وين إيران اللي كانت تتهدد وتتوعد وزير خارجيتها الراحل الله يرحمه؟ كانت تقول والله لو اقترب المحتل بدباباته من غزة سأفعل الأفاعيل، ولا شفنا شيء. طيب، مررنا على مواقف لدول تعتبر نفسها مركزية في العالمين العربي والإسلامي، ذكرناهم بالاسم. هل خرجتم بشيء يشفي الغليل ويوقف العدوان على غزة؟ أنا لا أدري. طبعا الآن نتنياهو بالتأكيد لما سمع هذه التصريحات العربية والإسلامية أكيد اهتز في كرسيه. بعد كل هذا الذي جرى ويجري لأهالينا في غزة، هل بقي من تفسير، وهذا ما نبحث عنه الليلة، لحالة الصمت أو لنقل العجز العربي والإسلامي عدا بعض هذه التصريحات والمواقف هنا وهناك، وذكرنا بعضها الآن في هذه المقدمة؟ أعطوني تفسير بربكم ودعكم من الطبطبة على هذا النظام أو ذاك. طيب، أعود للجمهور بعد قليل، ولكن أرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة. أرحب بالسيد وليد بن قرون الكاتب والمحلل السياسي من الجزائر. سيد بن قرون، مساء الخير. نبدأ برأيك في هذه الخطوة التي أعلنتها الجزائر بإعلان وقف المهرجانات الصيفية تضامنا مع غزة. نعم، تحية لك وللمشاهد العربي الكريم. أهلا بكم. أعتقد أن هذا الذي أقدمت عليه الحكومة الجزائرية هو شيء بسيط جدا مقارنة بما تقدمه الجزائر شعبا وحكومة للشعب الفلسطيني الشقيق، و
ورغم كل ما قدمناه إلا أننا نحس بالعار. أصدقك القول، أقول كجزائري حر أننا نحس بالعار لما يحصل لإخواننا في قطاع غزة، وما حصل اليوم في خان يونس سيبقى وصمة عار، وما سبقه الكثير من عمليات التقتيل على مرأى العالم. الآن القضية الفلسطينية لم تصبح فقط قضية العرب أو المسلمين أو غيرها، القضية الفلسطينية عصفت بالإنسانية جميعا في عار التاريخ وفي مزبلة التاريخ أكرمكم الله. الآن الإنسانية كلها أثبتت أن الإنسان قد مات على هذه المعمورة، وليس فقط العرب والمسلمون، ولكن الأدهى والأمر أن العرب والمسلمون يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم، لأننا ما نعيشه الآن وما عاشته أمتنا سابقا وما ستعيشه الأجيال القادمة سيبقى حتما يعني بعنوان عريض، وهو صراع الحضارات. طيب. الآن فهمنا لماذا كان هتلر يقوم بما قام به. لا دعنا من هتلر وما قام به، لأنه لا كلنا ضد تلك المحارق، نحن نرفضها. هم وهتلر. لا اسمح لي سيد وليد بن قرون، اسمح لي سيد وليد بن قرون، لا نريد أن نخلط الأمور. والعرب والمسلمون أدانوا محارق النازية كما يدينون الآن هذه المحارق التي يقوم بها المحتل الصهيوني، حتى نبقى دائما في موضوعنا. سيد وليد بن قرون، أفهم من كلامك بأنه يعني ما قام به الجزائر وأقل بكثير من المطلوب، أكان جزائريا أو عربيا أو إسلاميا. وهنا أختم معك، ما هو المطلوب بنظرك الآن أمام هذه المذابح التي لا تتوقف ضد أهلنا وإخواننا في غزة؟ المطلوب الأهم هو أن نجد سبب هذا التخاذل. سبب هذا التخاذل هو تشرذم الرأي العربي والإسلامي بالخروج بقرار واحد، لأن الأنظمة الخميجية أكرمكم الله منصبة وموضوعة من طرف الحركة الصهيونية العالمية، وهي التي تعيق أي عمل عربي مشترك لنصرة إخواننا في فلسطين قاطبة وفي غزة خاصة. المطلوب منا الآن هو يعني معالجة الداء. الداء هو أننا نعاني من خونة كثيرين عبارة عن أمراء ورؤساء منصبون على رأس دول عربية كثيرة من طرف الحركة الصهيونية، وهم من يمنع أي انتفاضة أو هبة عربية واحدة موحدة لاسترجاع مقدساتنا. هؤلاء الحكام في الخميج العربي الذين يطبعون ويدعمون الكيان الصهيوني يتحملون المسؤولية، أما الجزائر فمواقفها الدولية أنا أعلم وأنتم تعلمون والمشاهد العربي يعلم جيداً أن التصريحات والمواقف الجزائرية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة طيلة هذا المسار النضالي السياسي منذ استقلال الجزائر بمناصرة القضية الفلسطينية، الجزائر تدفع ثمنه بمؤامرات ودسائس ومحاولة لخلق الفوضى ودعم حركات إرهابية من طرف الحركة الصهيونية عبارة عن حركة الماك ورشاد والبيزن والحل، وكلها تم كشفها. الجزائر تعاقب بسبب مواقفها، إلا أننا مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني في دعم قضيتنا المقدسة الواحدة الأبدية وهي فلسطين. وليس هذا شعارات، هذا ليس كلامي، هذه عقيدة الشعب الجزائري، ليس هذا كلامي أو عقيدتي، هذا كل ما يقوله الجزائريون. هذا هو، الجزائريون لن يفرطوا أبدا في الشعب الفلسطيني. الآن إخواننا الآن في الطواقم الطبية الإسعافات يقدمون إسعافات لإخوانهم في قطاع غزة الجزائريون وأحييهم، واستشهد منهم. نعم لقد أريقت دماؤنا إلى جنب إخواننا الفلسطينيين، ولو كنا على الحدود الفلسطينية لما كان هذا الحديث. بيننا وبين إخواننا الفلسطينيين دول مطبعة، دول سيبقى العار على وصمتها ووصمة يعني حكوماتها وأنظمتها وجيوشها. طيب. إلى أن تقوم الساعة. لو كنا على الحدود الجزائرية الفلسطينية كان بيننا حدود لما كان هذا حال الفلسطينيين. نحن مثل إخواننا في اليمن. تدخل الجزائر بكلمة واحدة في حرب 67. في حرب 67 دول عديدة أرسلت الدعم لمصر وهي ليست على حدود مصر. الآن الجزائر تقول لي إذا كانت على حدود فلسطين، يعني إذا لم تكن على حدود فلسطين لا أستطيع أن تقدم شيء
أكثر من إلغاء مهرجانات صيفية؟ هذا ما تستطيع عليه الجزائر باختصار شديد لو تكرمت في نصف دقيقة. نعم هذا ما تقوله أنت أخي الأزرق، لكن الواقع يقول بأن المساعدات الجزائرية وصلت إلى عمق الأراضي الفلسطينية، وإن الجزائريين الأطباء والمراقبين وصلوا إلى عمق الأراضي الفلسطينية، وأن قبل أن تنطلق عملية طوفان الأقصى كان إسماعيل هنية هنا في الجزائر رفقة خالد مشعل ورفقة الإخوة الفلسطينيين في حركة فتح، وهذا ما عجز كل العرب عن القيام به. ما نقدمه للفلسطينيين لا يقال عبر القنوات ولا يصرح به، لأنه من الخباء والسذاجة أن نقول ماذا نفعل، لأننا نفعل في الصمت ونضرب في العمق، ولا تجبرني على أن أقول أشياء يعني 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 ليس هذا هو مقامها ولا وقتها. طيب. لكن أنا لاحظت أن الأزرق يتطاول دائما على الجزائر، لماذا 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 تحاول إخصاء هذا البحر العربي الوحيد الذي بقي رافعا لرأسه وسط الأمة العربية والإسلامية التي هي خانعة الآن عبر أنظمتها العميلة؟ الجزائر هي الوحيدة التي ترفع صوتها أمام أمريكا وأمام شكرا بريطانيا لك. وأمام فرنسا أشكر الفلسطينيين، ودائما صالح الأزرق يقول الجزائر لا تقدم شيئا، لا أسمح لك أبدا بتقديم الدور الجزائري. شكرا لك سيد وليد بن قرون، أشكرك وأعذرني طبعا انتهى وقت المقابلة. الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الجزائر. طبعا لا أعتبر نفسي أبدا لا شهما ولا يعني مواطن حر حتى أتطاول على بلدي الجزائر. أنا بلدي الجزائر، الجزائر ليس بلد آخر كما يتصور ضيفي. الجزائر هي بلدي، تونس هي بلدي، فلسطين هي بلدي، السعودية هي بلدي. هذا ليس تطاول. عندما نتناول الموقف الرسمي بشيء من التحليل ونضعه أمام عين المواطن لإعطاء وإبداء رأيه وتحليله يعني وإعطاء الرأي مدحا أو نقدا، هذا ليس تطاول على البلد. المواقف الرسمية هي متاحة للجمهور حتى يقول رأيه فيها، لأنه هذا الذي يتحمل المسؤولية يا سيد بن قرون، اللي يتحمل المسؤولية في الجزائر أو في تونس أو في السعودية أو في مصر، هو وضع نفسه أمام الرعية، أمام الأمة، حتى يكون إما في 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 مستوى التطلعات أو عكس ذلك. ومن حق هذه الأمة أن تعطي رأيها، بل من واجبها، مش فقط حقها. أما الجزائر كبلد فنحن يعني نموت دون أن يمثل الجزائر أو تمثل تونس أو أي بلاد من بلاد العرب والمسلمين. ليس تطاولا على الجزائر، هذا رأيك على كل حال. طيب نعود للموضوع الجمهور. محمد من فرنسا تفضل، مساء الخير. طيب ننتقل لعبد الله إذن. رحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك. يعني دكتور صالح دعني أقول للسيد بن قرون هذا الذي معناها يخطب علينا خصبة عصماء تنشق لها الجبال دون إساءة. عبد الله التعليق على الضيف من حقك لكن دون إساءة لو سمح، تفضل. لا يا صالح، لا ما فاضل كاس، فاضل كاس يا صالح يا أخويا، فاضل كاس، فاضل كاس وانتهى النفاق. يا إما أن نصارح أنفسنا وإلا نحن لا نستحق الحياة والوجود، مع أني عهد نفسي على أشارك في أي برنامج. يعني لا تقسم الجيش الجزائري، الجيش الجزائري هو الذي قسم نفسه بسكوته وبتخاذله، وبربك يا بن قرون أيهم أقوى، الجيش الجزائري والجيش التونسي متحدين أم الأخوان الحوثيين الذين يعني لا يصلون حتى إلى 700 نفر؟ بربك يا سيد بن قرون لو أراد الجيش الجزائري إغلاق البحر الأبيض المتوسط لأغلقه بالإمكانيات التي يمتلكها. هذه نقطة في غاية الأهمية عبد الله، أريدك تسليط الضوء عليها. السيد بن قرون يقول لو كنا على حدود فلسطين لفعلنا كذا وكذا، الحوثيون على بعد أيضا مثل الجزائر أو أكثر، ولكنهم فعلوا واستطاعوا أيضا أن يقفوا بطريقتهم، لسنا هنا لنعلل تأييدها أو رفضها، لكن وقفوا بطريقتهم ضد هذا العدوان الصهيوني. هل الحوثيون أكثر قوة من الجزائر؟ تفضل. والله أقسم بالله يا صالح، أقسم بالله، أقسم بالله، والله سأهب نفسي وحياتي لمهاجمة الخونة والعملاء الجيوش العربية المتصهينة وجيش أردوغان المتصهين. لا 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 يا عبد الله، رجاء أنت إما أن تذهب أقصى اليمين أو تذهب أقصى اليسار، يعني دائما الكلمة يعني ادفع بالتي هي أحسن يا رجل، حتى يكون لخطابك من يستمع إليه في الطرف الآخر. هذه نصيحة بين ظفرين أنصحك، تفضل يا حبيبي لكن على رسلك، لا تضع الناس هكذا في سلة واحدة وترمي بها إلى الصهيونية وما أدراك. تفضل.
لو سمحت. شوفي أيها السادة يا من تستمع إلي، خدره 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 ثم خدره، والله سأقف لكم بالمرصاد ضد سياسة التخدير. الجيش الجزائري العظيم، استمعوا إلى هذه المعلومة، من أقوى جيوش المنطقة وأفريقيا، لو دخل في حرب كلاسيكية ضد الجيش الإيطالي والفرنسي والإسباني بدون استعمال النووي وهو قادر على هزمهم. الجيش الجزائري يمتلك إمكانيات جبارة لا يعلمها إلا الله، يمتلك أسلحة متطورة فتاكة. الجيش الجزائري جيش قوي وقوي جدا، والجيش الجزائري فقط يخرج ويهدد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط، تقف الحرب غدا. هذه الأنظمة العربية، دعنا الآن من الجزائر والجيش الجزائري والجيش التونسي المتصهين وكل الجيوش، دعنا نذهب إلى الأنظمة. الأنظمة ليش تعرفوا ليش يا من تستمع إليه، تعرفوا وين أتحمل مسؤوليتي أمام الله عز وجل، ليش هي صامتة؟ لأنها هي شريك، لأن الأنظمة العربية الغير ديمقراطية تعرف أن انتصرت المقاومة، والمقاومة بإذن الله وبمشيئة الله وبقدر الله وقدره غصبا عنهم وعني سننتصر المقاومة، وانتصرت. هو الانتصار وقع الآن، الانتصار مسألة وقت فقط. الأنظمة العربية تعرف بأن تلك الشعوب عندما ستنظر وتجد أن المقاومة انتصرت ستثور تلك الشعوب، ولن تقبل بالهوان وبالذل وبالمهانة. الأنظمة العربية هي الصهيونية، الأنظمة العربية وجيوشها دعوكم من فرنسا. طيب هذا يعني هذا تفسيرك، وهنا أختم معك وباختصار لو تكرمت في نصف دقيقة، هذا تفسيرك إذن لحالة العجز والصمت العربية والإسلامية، يعني ولا نظام عربي أو إسلامي استطاع أن يتجاوز السقف المسموح به أمريكيا بالظفرين، يعني حتى الرئيس أردوغان قال سيعاقب قادة الصهاينة عاجلا أم آجلا. والله شكر الله سعيك سيد أردوغان، متى سيحاسب هؤلاء المجرمون والقتلة؟ متى؟ ما عادش تحكي لي عليه أردوغان، أنا نسيته، نحيته على جنب. شوف يا سيد صالح، لا يا سيد صالح، العملية أخطر من هذا، العملية مش هم صامتون لأنهم عاجزين، العملية الخطورة تكمن في أنهم لا يريدون للمقاومة أن تنتصر، لأن انتصار المقاومة سيحرك شعوبها هم شركاء، أقسم بذات الله وهو لقسم عظيم، أقسم بذات الله، هم وجيوشهم هم الصهاينة، تجاوزوا الكفر، تجاوزوا الردة، بل هم في طور الحرابة. شكرا لك عبد الله، أشكرك واعذرني لضيق الوقت، وسأعود طبعا لباقي المشاركين، ولكن أرحب بضيفي الثاني في هذه الساعة. انضم إلينا السيد محمد صديق يلدرم، الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. سيد يلدرم مساء الخير، كيف يمكن النظر إلى موقف تركيا والرئيس أردوغان الذي بقي في حدود التصريحات المعلومة، يعني انتقاد لما يجري في غزة، القول بأنه المسؤولين الصهاينة سيحاكمون يوما ما، لكن دون تجاوز هذا السقف، ما الذي يمنع الرئاسة التركية والسلطة التركية أن 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 تعطي مواقف أكثر جرأة، يقول البعض ويتساءل. والمتابعين ولحضرتك والقناة الكريمة، طبعا تركيا يعني قد يعني تكون يعني مظلومة في هذا الموضوع، لأنه تركيا عملت كثيرا، ولكن ما ظهر لل يعني للعيان أو للرأي العام العالمي. تركيا هي كانت وما زال مركز توثيق الكل شيء إبادة جماعية في الغزة، وعندما فتحت جنوب أفريقيا القضاء بالمحكمة الدولية في لاهاي، يعني استندت كل مستنداتها من تركيا. ويعني بارح رئيس أردوغان تحدث، قال يعني نحن قدمنا هذه الطلب مشتركا مع الجنوب أفريقيا إلى محكمة دولية. هذا واحد. اثنين، يعني طبعا هناك مقاطعة على مستوى الحكومي والشعبي، كل شيء تجارة أو صناعة أو يعني تدريبات أو يعني علاقات دبلوماسية أو كلها. هذا ثالثا. رابعا، يعني أيضا هناك حملة كبيرة في المنظمات المجتمع المدني والمؤسسات، يعني الجامعات مثلا على مستوى الفن والأدب والرسوم والأفلام الوثائقية، كلها أيضا تبث لأجل يعني هذه الإبادة حتى تكون بحفظ التاريخ. أيضا تركيا من البداية قدمت مشروع للتدخل الجيش، تأمين للأرواح وأيضا السلام في الغزة، ولكن يعني اليد واحد لا تسبق. ف
فيعني يعني أنا طبعا ليس دفاعا عن تركيا، عن موقف تركيا، عن أردوغان، عن حكومة، لا، أنا أتحدث ك يعني شاهد ومتابع، وايضا بنفس الوقت كلام جميل، تحدث كشاهد. نعم. وهذا الحقيقه ما نبحث عنها في هذا الحوار القصير. طيب سيد يلدرم. نعم. منذ قليل احد المشاركين اشار الى نقطه في غايه الاهميه، كيف طبعا لسه هنا ندفع بهذه الدول الى حروب مع المحتل الصهيوني، ولكن ما الذي يمنع ايضا ان تكون لدينا الجراه وان هذا الخيار مطروح على الطاوله عندما بادوا اخواننا واهلنا في غزه؟ يعني الحروب حصلت في التاريخ وتحصل باستمرار، لماذا الدول العربية والإسلامية الآن تتطير من هذا الخيار؟ يعني وكأن الحرب هذه خيار لا يمكن أن يحصل. أسأل هذا. نعم. السؤال لماذا؟ لأن نعم. يعني الحوثيين الآن في اليمن، الحوثيين في اليمن أقل شأنا من النظام التركي بالتأكيد بكثير، ومن الدولة الجزائرية ومن الدولة الإيرانية وغيرها، ومع هذا كانوا أكثر جرأة على التدخل ودعم إخوانهم في غزة كما يقولون بالطبع. لماذا؟ نعم، يعني نحن إلى اليوم ندفع الثمن سايكس بيكو. يعني عندما أسست سايكس بيكو يعني أتت بالحكومات مع الأسف ملائمة لهذه التقسيم، وماذا المتوارثة هذه الحكومات إلى اليوم يعني، والعالم الإسلامي ما زال أيضا تدفع هذه الثمن. أنا أقترح وعبر هذه القناة الكريمة أول مرة أن يتم إنشاء أقل شيء متحف إبادة جماعية يعني الجرائم التي ارتكبت هذه الكيان في أحد الدول الإسلامية وتركيا أيضا. يعني أنا أتمنى أن تكون هذه المتحف في تركيا، ويعني تكون وثيقة عبر الأجيال لحتى نعرف أنه. طيب لماذا المقترح حدثة. لا يكون أكثر؟ لماذا المقترح سيد يلدر، معذرني في ذلك طبعا لأن جمهوري يتابعني وجمهوري سقفه مرتفع جدا، لماذا لا يكون المقترح أكثر جرأة؟ أن يتم تشكيل جيش للدفاع عن فلسطين ويبدأ من الآن يفتح لباب التطوع، وليكن يعني هذا رسالة لكل من يعنيه الأمر، لأمريكا، للمحتل الصهيوني، بأن هذه الأمة ليست عاجزة. نعم، أملنا أن تكون هذه الجيش وبداية من تركيا، ولكن يعني كما تعرف أيضا من البداية أنا تحدثت يعني بجوز عبر قناتكم أو عبر قنوات أخرى، يعني هناك تقسيم بالصف الفلسطيني، يعني محمود عباس بنفسه لازم يدعي الجيش الدول الإسلامية بحفظ الأبرياء، فهذا النداء هي الخطوة الأولى لهذه الجيش والمجابهة مع الكيان الصهيوني. طيب يعني برأيك المجابهة هذه قادمة حتما يوما ما؟ يعني أجزم إنه من يبدأ بالحرب وينهي الحرب هي كيان الصهيوني في المنطقة. لماذا؟ لأنه كل الأسلحة والإمكانات بيدها وغرب معها. فيعني من هذه الناحية عندما نقرأ الموضوع يعني العالم الإسلامي والعربي يعني أقل جرأة أن يجابه على هذه الكيان الصهيوني والعالم. يعني نحن كلياتنا عم نطوف وراء يعني حول هذه الموضوع ونقفز عليها. لا، يعني محمود عباس هو سلطة شرعية وقت الحالي يمثل الأخوة الفلسطينيين كاملة، وهو يقول إنه أنا يعني أمثل الغزة وأيضا يعني الضفة الغربية. إذن يجب عليه أن يعلن هذا الشيء، وكل الدول يتقدم على هذه المبادرة. جميل. سيد محمد صديق يلدرم الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. على ذكر الشرعية وغياب الشرعية، كثير من جمهورنا وأنا أميل إلى هذا الرأي الحقيقة بأن غزة الآن أكثر شرعية من سلطة عباس، لأن الشرعية على فكرة هي ليست دعم ومساعدات تأتيه من الدول الغربية وغير ذلك، لا لا لا، الشرعية هي مدى رضا الشعب بك وبما تطرح وبدورك لأجل هذه القضية. غزة الآن والمقاومة الفلسطينية أكثر شرعية مليون مرة من سلطة الرئيس عباس، ليس إساءة للرجل الآن، لا ما أعني، لا ليس هذا ما أعنيه، ولكن هذا هو الواقع على الأرض. يوسف من تونس تفضل. سلام في صالح، ربي يعاونك. يا أهلا بك في صالح. والله الشعوب العربية كلها حاضرة، والله الشعوب العربية كلها حاضرة، ناقصة حاجة بركة فماش شكون يوجههم، ناقصة قائد شكون يوجههم،
والله قنبلة موقوتة شغل، هم مش يغيروا مجرى الحياة، هم مش يغيروا الحرب اللي صار في غزة، لكن الإعلام الفاسد في الدول العربية غيروا مجرى الشعوب، وجوهم للكورة، وجوهم للكورة، ما خم فسدوهم، ما فسدون طبيعتهم. شكرا لك يوسف، أشكرك. حتى نختصر، شكرا لك. على ذكر الإعلام، اليوم العربية الحدث، قناة العربية السعودية هذه التي يسميها بعض جمهورنا بالعبرية، وهي الحقيقة في خطها تقترب تماما من الخط العبري، اليوم تركوا مجزرة المواصي وركزوا في كلام المحتل. المحتل لأنه يكذب يبرر جرائمه، قال والله أنا استهدفت الضيف. طبعا يريد أن يرمي عظم أكرمكم الله لهذا الإعلام الهابط، دعني أسميه كذلك، حتى يجد ما يعني ما يحوم حوله الحوار. فتركوا المجزرة وإجرام والجريمة الشنيعة في حق إخوانهم، وركزوا على من هو الضيف وكيف اغتالته إسرائيل، وكأنهم صدقوا الإسطوانة الصهيونية. ودائما هكذا بعض الإعلام السعودي والخليجي للأسف ينبري في محاولة للنيل، إذا كان هناك تشويه للمقاومة أو هناك زاوية تبعد عين المشاهد عن 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 النقطة التي يجب تسليط الضوء عليها. اليوم يجب تسليط الضوء على هذه الجريمة بعيدا عن أكاذيب المحتل. معقولة وسيلة إعلام عربية تترك المذبحة وراحت تركز على والله مين هو الضيف وكيف قتلوه الصهاينة؟ الضيف ماشي في يعني جالس في خيمة تذروها الرياح على الشاطئ. الضيف هذا الذي أتعبهم وأرهقهم لسنوات طويلة. على كل حال، مصطفى من الجزائر، رحمة الله وبركاته. يا أهلا بك. أهلا بك صالح. رحم الله شهداء غزة فإنهم عند ربهم يرزقون. هذا نتنياهو لا يعبأ بهذه الأنظمة العربية، لأنه يعلم يقينا أن هذه الأنظمة هي صنيعة أمريكية غربية، فهو يفعل هذه المجازر كما يحلو له. فبالتالي هذه الأنظمة لا تستطيع، حتى النظام الجزائري لا يستطيع أن يقدم شيئا لغزة. الدليل على ذلك أن عندما كان إخواننا في غزة يقتلون، هذه إيطاليا، رئيس وزراء إيطاليا عندما ذهبت مسرعة إلى تل أبيب لتقول أنا مع هؤلاء هذا الكيان الصهيوني، لكن الجزائر حينما حدث ذلك الجزائر أعطتها المزيد، أعطتها استثناء المزيد من الغاز. يا أخي إن جاء ما 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 الفائدة من أن تمتلك خزائن من الأسلحة وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا، لأنك تعلم أنك لا، أن كرسيك هذا هو في يد أمريكا، في يد الغرب، حينما تتحرك سيسقطون لك هذا الكرسي. شكرا لك مصطفى من الجزائر، واعذرني طبعا مضطر للاختصار حتى نعطي فرصة لآخرين. أبو أيوب من الجزائر يقول إن المعركة اليوم في غزة هي معركة مباشرة بين أمريكا والمقاومة، التخطيط والسلاح والأوامر الأمريكية، والمنفذ هم المرتزقة الصهاينة الإرهابيون كما يقول. مصطفى من المغرب، إسرائيل الجبانة المدعومة دوليا وعربيا ماضية في قتل وتهجير الشعب الفلسطيني حتى سيستفيق المعتصم من نومته، يقول مصطفى من المغرب. مريم عفانة من الأردن تقول كفى صمتا أيها الحكام العرب، والله لن يرحمكم التاريخ على هذا التخاذل من كل ما يجري في غزة، ونكتفي بالإدانة والشجب، ارفعوا السقف واقطعوا علاقاتكم مع هذا العدو المجرم. طيب، رسالة من صلاح الدين من المغرب، طبعا فيها لعن الرسالة. يا صلاح الدين، لا يعنينا اللعن إذا كنت ستلعن الأنظمة ومعها الجيوش. لا، الجيوش العربية يا جماعة مسؤوليتها في يد الساسة، فالمسؤولية كلها أكان سقفا منهارا أو مرتفعا هو بيد السلطة السياسية، فليش يعني ما دخل الجيوش؟ لا أدري أنا ليش البعض يعني يسيء لجيوشنا العربية. على كل حال، أحمد مساء الخير. أحمد، طيب أبو القعقاع إذن. صالح، يا أهلا بك أستاذ صالح. قبل يومين الرئيس الأمريكي قال ما في مانع إذا إسرائيل تقصص عادي، وهو تعبان بعد الرئيس الأمريكي وقود العالم.
هو يقود العالم وهو اللي بوقف الحرب. هو اللي يقود العالم يا أستاذ صالح، أنا تعبان وكذا، بس ذكر الدولة الأمريكية لا ذكر، ما لحكم في ذا الحالة في البنتاغون وفي وزارة الخارجية وفي البيت الأبيض وفي سطور البيت الأبيض، والمخابرات الأمريكية لا ذكر يا أستاذ صالح، هي اللي توفر للحرب وتكذبها وتأخرها. شو قال؟ لا هو أيد إسرائيل على كل شيء، هو اللي قايم بالحرب. شكرا يا صالح. شكرا لك بالقعقاع. زينة من ألمانيا تقول قتل صهيوني أمريكي غربي لا يوقفه سوى توحد أمة عربية إسلامية، تقصد هذا القتل، هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي، أمة إسلامية تقف بوجه حكامها لتصل إلى فلسطين أرض الشهامة والكرامة. أحمد علي ناشر من اليمن يقول زادت جرائم المحتل وزادت عددا، وقتلونا ركعا وسجدا، وإخواننا ينظرون ذلك. أحمد علي ناشر من اليمن. طيب ماذا فعلت أمتك؟ هذا هو السؤال، لماذا نحن في هذه الحالة؟ لم نجد تفسير الحقيقة منطقي ومعقول إلى الآن، أكثر من 9 شهور أهلنا يبادون أمامنا ونحن بعضنا يسهر على التلفاز يتفرج على الأفلام. هذه أمة؟ هذه أمة محمد؟ أنا الحقيقة لا أرى، والله لا أرى أن هذه هي الأمة التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. يعني معقول إخوانكم يبادون أمامكم وأنتم مش قادرين حتى تسيروا مظاهرة، ويجيني شعب فلان يقول لي والله أنا منعوني من التظاهر؟ اسم الله عليك، أهالي غزة يواجهون دبابات الاحتلال ولا يغادرون غزة البتة، أنت مش قادر تطلع تغامر وتطلع تظاهر وتفرض رأيك على نظامك البائس والجبان؟ أبو سامر من فلسطين، مساء الخير. أبو سامر، أبو سامر، السلام عليكم. مساء الخير أخ صالح. مساء الورد، تفضل. والله يا أخ صالح، بالنسبة للدول العربية والإسلامية كلهم مقصرين بامتياز باتجاه غزة، وبالذات مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. طبعا السلطه كلهم مقصرين، ازيد لي تركيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، والله الجميع مقصر. ما احنا بنقول كلهم مقصرين بامتياز، وبالذات مصر والاردن والسلطه، لانه السلطه حطها عجل لانها لا حول لها ولا قوه. يعني هذول اللاعبين المؤثرين. طيب لماذا هذا التقصير؟ هل نحن لا نمتلك امكانيات، ام عندنا اراده ميته تماما، احساسنا تبلد، أم نحن ربما متواطئون من تحت الطاولة وخونا لا قدر الله؟ يعني ما الذي يجري بالضبط؟ نريد إجابة باختصار. والله يا أستاذ صالح، إن إحنا عندنا إمكانيات تخلينا يمكن القوة الثانية في العالم إذا مش الأولى، ولكن في واجب شرعي وأخلاقي وديني على المؤسسات الدينية والعلماء اللي يبينوا للناس الحكم الشرعي إنه إحنا في حالة هذا لازم يكون جهاد فرض عين، جهاد دفع مش جهاد اعتداء. يبينوا للناس وبينوا العلماء، لازم لكم دور المؤسسات الدينية. شكرا لك. الأنظمة ما احنا عارفين الأنظمة. أشكرك أبو سامر، شكرا لك. علي من الجزائر. علي من الجزائر، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا صراحة والله حاب نطلب من تبون يطبع مع الصهاينة باش تستراحوا وتريحوا وتهنيونا. خطر أنتم مرخص ونهار كامل 21 دولة عربية قاعدة تفرج، والجزائر تروح تقدم صدرها. يعني أنتم بشر ولا؟ جميل. يعني لا تستحق غزة وهذه الدماء التي تسيل فيها أن يقدم الجزائر أكثر مما قدم، هذا ما تود قوله؟ يعني لماذا تدفعون الجزائر أن يتصدى منفردا إلى الاحتلال الصهيوني؟ شكرك علي، أشكرك يا ابن المليون ونصف شهيد بلد الثورة والثوار، شكرا لك. ملاحظين بدأت نغمة أدعو تبون للتطبيع. بعض الأنظمة العربية هكذا بعض جمهورها، ذبابها، لا أدري كيف أصفه أنا، هكذا يبدأ هذه النغمة. الجزائر على كل حال عصية على التطبيع، ولكن نحن
عندما ندعوها لموقف وسقف أعلى نحن لا نسيء إليها. يا من لا تفقهون، لا أدري أنا لا باللغة الأجنبية ولا حتى باللغة العربية. الحاج من الجزائر، مساء الخير. مساء الخير أخ صالح، بارك الله فيكم. في نصف دقيقة يا حاج، تفضل. معليش باختصار يا أخ صالح، يعني ما تقلقش، بارك الله فيك على الحصة ونشكرك على الموقف ديالك، على بالي بلي عندك الوطنية تاع العروبة تاع كلش. ثانيا نقول لك يا أخ صالح، هاد الجيوش العربية والله العظيم يا أخ صالح غير دايرين السلاح غير باش يضربوا شعبهم. ما تقلقش يا أخ صالح، هادو مطبعين يوريو روحهم ماشي مطبعين، هما مطبعين يا أخ صالح، ما تقلقش كاع روحك. اش ما مشى بالجزائر راه والرب مواقف هادوما، وكان يعني من الشعب حضر كما نقولوا احنا في اليوتيوب وكذا وكذا، ما يحبسوش المهرجان هذا. فهمت يا اخ صالح؟ ما تقلق ما والو، خاطر كي قلت الكلام كلام على يطلق وزير كما نقولوا احنا عندنا وزير كما نقولوا احنا العدل كي تكون مدنيه. شكرا لك الحاج، اشكرك الحاج من الجزائر. ادركنا الوقت الحقيقه، وانا مضطر طبعا فقط اكتفي بشكر من راسلنا. ابو عبد الله شكرا لك. الشيخ عمر من المغرب اشكرك ايضا. سميحه من تونس اشكرك، واعذريني طبعا لما استطاع عرض الرساله. موسى نصر من الاردن ايضا شكرا لك. هناء السيد، ام هيثم، بوطيب من المغرب، عبد العزيز عبد الله من الزاويه، ابو اسحاق من الاردن، عبد العالي من المغرب، ام اياد من الجزائر، ابو مريم من الجزائر، محمد من اليمن، فؤاد من الجزائر، واخرين اشكركم جميعا. ولكن اسمحوا لي للأسف هذا ما سمح به الوقت، كالعادة نختم بفقرتنا الأخيرة مراسل الرأي الحر. نبدأ برياض الليلة من ليبيا. ماذا يقول رياض؟ حكام العرب يظهرون تورطهم مع العدو يوما بعد يوم بالتطبيع والموافقة على كل ما يحصل في غزة من جرائم إبادة. طبعا لا نريد صيغة التعميم، الحقيقة لا يقبلها المنطق ولا نقبلها أيضا نحن في هذا البرنامج. دائما سمي لي من هي الأنظمة، لكن أنك تقول الحرب الحكومات العربية على الإطلاق فيها وعليها على كل حال. حمدان من اليمن، طوفان الأقصى كشف الحقد والكراهية على غزة من المطبعين، خاصة أولئك الذين دفعوا المليارات لإجهاض ثورات دول الربيع العربي ونصبوا لها أنصاف وأشباه حكام نراهم الآن يترنحون من ثقل الجهل والفساد الذي يحيط بهم، يقول حمدان. أم صفوت، الرسالة التالية من أم صفوت من ألمانيا، زملائي الكرام، تقول بلاد الحرمين تنتهي سياسة الانفتاح لكي تدخل نادي دول أصحاب حقوق الإنسان والديمقراطية العرجاء، فأصدرت القائمة السوداء بالكتب الممنوع بيعها وقراءتها، وجعلت السلطة التشريعية تشرع الترفيه والسلطة التنفيذية تنفذه، أما السلطة القضائية والدينية فتحميه وتباركه. الكلام لأم صفوت بالطبع. جمانة من تركيا، جمانة من تركيا تقول المكتوب مبين من عنوانه، المفاوضات تفشل كما فشلت جميع المبادرات السابقة، والعيب ليس في المفاوض الفلسطيني بل في الطرف الإسرائيلي الذي يأمل أن يقضي على نموذج غزة، حيث أنه لم يأتي لهذه المفاوضات إلا مرغما بعدما طالت الحرب لأكثر من 9 أشهر. نختم بيوسف الذي أرسل إلينا هذا الفيديو لمسيرة حاشدة في الدار البيضاء تضامنا مع غزة والتي حصلت يوم أمس، نتابع. هذا هو الشعب المغربي العظيم، يصيح كل أسبوع حتى بح صوته، يتظاهر للجمعة 40 في جمعات الغضب، يحاول أن يوصل صوته للعالم
وللمعنيين بالأمر في المغرب، لكن الملك وذن من طين وذن من عجين كما يقال لدى إخواننا في المشرق العربي، ولا ندري من يدير المغرب الحقيقة. يبدو أنه حتى الملك لم تعد السلطة بيده كما يقول بعض المغاربة، لكن الشعب المغربي لن يسمح بهذا التغلغل الصهيوني في بلاده، ولن يسمح أيضا باستمرار هذا العدوان ضد أهلنا في غزة وفي كل فلسطين. نذكر كالعادة برقم هذه الفقرة لمن يود أن يرسل رسالة مكتوبة لا تزيد عن 5 أسطر أو فيديو لا يزيد عن دقيقة، والمجال مفتوح للجميع طبعا. الرقم اللي أمامكم واتساب، يريد كل واحد يبادر، هذا أضعف الإيمان، أنك ترسل، أنك تسجل، أنك تتفاعل مع هذا البرنامج، كون عملي ما تكون سلبي. مشكلتنا الآن أمام غزة لأنه تحولنا إلى ناس سلبيين، صدقوني. كون عملي أنت من هذه الأشياء البسيطة، أنك تشارك في برنامج وتسمع صوتك، ستتحول إلى إنسان آخر، لن تقبل بالظلم والفوضى والفساد والعبث في وطنك. وهكذا نطور ذاتنا بممارسات بسيطة قد تبدو بسيطة ولكن عندها أثر كبير الحقيقة في نفوسنا وفي سلوكنا. الرقم اللي أمامكم واتساب مرة أخرى 044-77-627-60-809، ويريد تتوزعوه في كل المنتديات وحطوا تحته ملاحظة لمن يرغب في إرسال مشاركة لا تزيد عن دقيقة، تسجل صورة صوت وترسل بها إلى هذا الرقم اللي أمامك. غدا بعون الله موعد جديد مع الرأي الحر، أستودعكم الله.